تكون من ضمن الصفقات التاريخية بالنسبة لنادي النصر. لا يعني طبعا صفقه مهمه وكويس ان انت تبيع لاعلى كاتيجوري في مصر، سواء اهلي او زمالك او بيراميدز، دول يعتبروا اللي هو، وطبعا باقي الانديه، بس دول يعتبروا مفهوم. اللي هم الفئه الاعلى اللي هي بتنافس كل سنه على بطوله الدوري. بس احنا متعودين من نادي النصر على كده، يعني احنا عندنا مروان حمدي برضو ابن النادي، وعمار حمدي ابن النادي، ودلوقتي عبد الرحمن جوده، واسلام عيسى، حتى احمد سامي، كل دول من قطاع الناشئين بتاع نادي النصر. مظبوط. هي مش غريبه ومش جديده على نادي النصر، ده بقى العادي بتاعنا، وده اللي احنا بقينا متعودين عليه. بس طبعا يعني انا حابب اشكر كابتن عمرو بسيوني على طريقه التعامل. الموضوع مشي بسلاسه وبشكل شيك، وبرده حتى مستر امير مرتضى على التعامل، برده كان في احترافيه في التعامل، والامور مشيت، كانت مفاوضات والدنيا مشيت بشكل سليم وبشكل طبيعي يعني احكي الحمد لنا لله. التفاصيل، كيفية اتمام الاحترافية ما بين ناديين الاتنين راغبين في ضم لاعب النصر حتى انضم الى بيراميدز، لانه كمان المعلومات انه كان ربما وقع للزمالك في وقت سابق. هو اتسربت الصورة فعلا اللي هو بتاعت عبد الرحمن ومستر أمير، وهو اللاعب فعلا وقع، بس في الأول في الآخر هو عرض وطلب. أنا حطيت رقم للعيب معين، وبيراميدز قدروا يوصلوا للرقم. نادي الزمالك ما يعني كان قريب برضه، ما كانش بعيد، لكن في الأول في الآخر هو العرض بتاع بيراميدز كان أنسب للنادي، وكان أنسب كمان للعيب على المستوى الشخصي يعني. كبنود شخصية في تعاقده يعني. ما لهاش علاقه بالماده طبعا يعني، عشان بس ما نروحش الاتجاه ده. انا عارف تمام. هو كان الموضوع في ان نادي الزمالك كان حابب ان الولد يلعب مع فرقه الامل، انما بيراميدز حطه في القايمه النهارده، تمام. حتى اعلنوا القايمه نزلوا اسمه معاه. حتى لو ما كانش ليه فرص لعب، بيراميدز فكروا في ان هم يخرجوه اعاره، لكن الزمالك كان حابب ان هو الولد يكون موجود، بس هيشارك مع القطاع لحد ما يثبت نفسه مفهوم. ويبقى ليه فرص لعب مع الدرجة الأولى. وده كان طبعا بالنسبة للولد، هو دلوقتي طموحه إن هو يفضل يلعب، لأن البطولة بتاعت أفريقيا قربت. ايوه. بس وهو الولد برضه تفكيره إلى حد ما كويس، وبياخد رأي الناس كلها، وكابتن ياسر ساعده في إنه ياخد القرار ده، لأنه قال له إن كلمه في موضوع المنتخب، لأن هو طول ما هو في المنتخب هيفضل مطلوب، طول ما هو في منتخب 2003 هيفضل صح مطلوب، وهيفضل صح سعره يزيد. صح وإحنا هو ده اللي إحنا أصلا عايزينه، وعايزين يتقال إن إيه ده جودة نادي النصر، إيه ده إسلام عيسى من نادي النصر، إيه ده مظبوط. سامي، إيه ده، هو ده النجاح بتاعنا يعني. طيب إلى جانب النجاح التسويقي ده، اللي هو بأن اسم النصر بيتقال دايما بلاعبين بينضموا أو بيغذوا الأندية بتاعة الدرجة الممتازة، النصر نفسه أخباره إيه واستعداداته عاملة إزاي الفترة دي؟ والله مستعدين، شغالين كويس، مستقرين، بس يعني مش عايز ابوظ الدنيا. بس طبعا نظام مسابقه انا مش طول حياتي، ومش هشوف طول حياتي ان انا فجاه اصحى من النوم الاقي نفسي ان انا لو المركز الاخير هنزل درجتين مش درجه واحده. اي مظبوط. فكفايه الناس دي بتهرج بصراحه، بجد بجد الموضوع صعب يعني، الموضوع صعب على الكل، مش على النصر، ومش على دجله، ومش على بتروجيت، ومش على الفرقه دي، الموضوع صعب على الكل، مفيش حاجه اسمها كده. مظبوط ده مظبوط. مش هو صعب منطقي، على الكل فعلا. ده مش منطقي، ده صعب، بس ده كان صعب ليه جدا مقدمات بقاله اكتر من سنة بيتم الحديث فيه. والله. اكتر من سنه بكتير، هو بقاله حوالي 3 4 سنين بيقولوا هنطبق، وحصل فعلا طبق. وعشان بس ابقى صريح معاك، لما نزلت انديه معينه اتلغى موضوع دوري المحترفين، لما نزل نادي الترسانه، انا هقول اسماء عادي، لما نزل نادي الترسانه اتلغى دوري المحترفين. حصلت قبل كده، من سنه، من مش السنه دي اللي قبليها، اي والسنه اللي بعديها صعد مفهوم. نادي كوكا كولا اللي هو السنه اللي قبليها كان نازل درجه ثالثه، حضرتك فاهم. فطبعا مفهوم. الامور هنا مش ماشيه بالتسلسل الطبيعي، وحضرتك جاي دلوقتي تقول لي لا هنطبق دوري المحترفين ويلا نهبط الفرق كلها، ومش هنقول نهبط، هنقول نصعد اول خمسه. هي هي صح. يعني مش بالمسميات. هو انا بعدت قد ايه عن الدوري الممتاز؟ هو انا نادي النصر، انا لو نزلت درجه ثالثه كلنا يعني، مش النادي بس اللي هيخسر، لا مش عايز ابقى مبالغ فيها، بس هو حتى الكره المصريه هتخسر، لان انا زي ما حضرتك شايف انا عندي اثنين في منتخب مصر السنه دي، السنه دي عندي مروان واسلام، اثنين في منتخب مصر، ايوه. وفي منهم واحد لعب نهائي افريقيا، مروان حمدي. فالقصه بالنسبه لنا احنا مستغربين، اي حد ممكن يهبط، اي حد ممكن يهبط، اي حد ممكن مش بس يهبط درجه ثالثه، يهبط درجه رابعه، ايوه. اي حد اللي هو اي حد. فاحنا خير مستعدين برضو، خير. احنا قافلين على نفسنا، وشغالين بطريقه معينه، وشغالين بسيكونس معين، واحنا عارفين اللي هيخطف هيجري، بس ربنا معاكم.
ربنا يخليك كابتن. بشكرك كابتن رحيم، نورتني وشرفتني، وسلامنا لكل حبايبنا في نادي النصر. نادي يعني دايما دايما تلاقي فيه انديه راغبه في ضم لعيبه من لعيبه النصر، وبالتالي ده نجاح لقطاع ناشئين في النادي، نجاح لطريقه تسويق جوه النادي، لانه في النهايه محدد اهدافه، يعني ان هو برضو ممكن كل موسم يطلع منه او كل موسمين يطلع منه لعيب ينضم للانديه زي الزمالك، يبقى عايز لعيب بيراميدز يضم، الاهلي يضم، فبتلاقي برضو القصه دي بتبقى مفيده جدا على مستوى التسويقي للانديه. طيب خليني اطلع لفترة